بالنسبة للتنقية يا فندم، الري الصناعي اللي بيترمي فيه نهر النيل، انتوا كشركة مياه هل يعني بتتعاملوا مع الموضوع ده ازاي؟ يعني في ناس طبعا معدوم الصرف الصناعي الضمير، حضرتك. الصرف الصناعي طبعا. الصرف الصناعي هو طبعا الصرف الصناعي يا فندم، هو ده احنا مشتركين. اصل اللي بيحمي النيل ده يا فندم في حد مسؤول بيحمي النيل، ومعاه جهات تانية. فوزارة الري هي صاحبة الولاية الرئيسية على النيل. وزارة البيئة هي المنوطة بأن أي حد يلوث النيل فهو بيلوث البيئة، فهي اللي بتتعامل معاه. تمام يا فندم؟ إحنا بقى بنيجي بقى كعنصر بقى مجني عليه، اللي هو إيه؟ نتيجة أن بعض الناس بترمي بعض الحيوانات النفخة للأسف. بترمي بعض القاذورات، بترمي حاجات كتير جداً، بتلوث النيل طبعا. بس هو سبحان الله، هو النيل برضو ربنا حبانا، يعني سبحان الله ان هو بيجدد نفسه، والتيارات التصاعديه وكده بتقلب، فبتعمل عمليه تخفيف او يعني من حده هذا التلوث، بجانب ان انا عندي محطاتي من حده التلوث، لكن ما بتمنعهوش نهائيا. لا ما بتمنعهوش خالص. انا بقى عندي في محطاتي بقى انا ببتدي اخد الميه من خلال المأخذ بتاعي، بتبتدي تخش عندي. انا باخد عينه من المأخذ كل ساعتين، ده الطبيعي. انما في حاله في اي وجود اي ملوثات او اي حاجه خدت بيها انذار، باخد عينه كل نص ساعه. ببتدي انا ادخلها، بديها جرعه شبه وجرعه كلور مبدئيه، وابتدي ادخلها على المروقات، وابتدي اشيل منها كل الرواسب، لان الشبه وبتاخد العوالق زي ما احنا بالظبط كده. على الشاشه ده المعمل المرجعي لمياه الشرب، وهو احدث معمل في الشرق الاوسط. حضرتك يا فندم العينه هنا اهوت معترف بيها، لما بتطلع من هنا اهو معترف بيها في امريكا، ومعترف بيها في المانيا، لانها على واخده شهادات ايزو. هذا المعمل يعني حاجه مفخره لينا ان احنا عندنا معمل بهذا القدر. فحضرتك ده موجود بياخد عينات كل احنا عندنا حضرتك، لو هتلاقي 223 معمل متنقل، وعندنا 15 معمل مركزي، وعندنا معمل مرجعي. عندنا حضرتك 245 معمل موجود في قلب المحطات، غير المعامل المتنقله، غير اللي هي المعمل المركزي. كل ده انت عارفه حضرتك زي ما بيقولوا ايه، الكبير بيراقب على الصغير، والاكبر بيراقب على السلسله كده اهو، سلسله او هرم عندي. تمام حضرتك، لازم كل واحد ونبلغ بالظبط العينات. احنا واخدين اكتر، احنا عندنا نسبه العينات اللي ناجحه السنه دي يا فندم 98.6. تمام، في انا ليا نسبه عينات اكتر من 4%. احنا الحمد لله يعني تخطينا ديت، يعني ده دليل ان احنا في مراجعه، في متابعه لموضوع جوده الميه. فحضرتك انت لو هتلاحظي هتلاقي ان احنا الميه، حتى لون الميه اللي داخله لي انا، الميه اللي في الترعه مش هي الميه اللي بخرجها. لان الميه اللي في الترعه ديت فيها كل حاجه ممكن صح هتبقي انت متضايقه منها، انما انا بدخلها على وسط ترشيحي، رمل وزلط. هي بيبقى فيها كوارث حتى بتترمي في الترع يعني.